أهلا بيكم في واضح في مصر. معاكم أحمد ياسر، مشترك أرابس جوت تالنت السنة دي. أنا هحكي لكم باختصار عن قصتي في البرنامج. أنا قدمت 3 مرات، طبعا أول مرة وتاني مرة كلكم عارفين إن أنا فشلت فشل فظيع يعني. طبعا فشلت تاني فشلت، وكانت فشل بقى صعب. فشل ده كان اصعب من الاولى كمان. الرفض كان اسلوب قاسي شويه. استحملت شتايم وتريقه واستحملت كل حاجه يعني. فقررت من هنا لازم ادرس، عشان دي حاجه انا بحبها، ما ينفعش انا ابطلها. ادرس الغنى واتعلم واتخصص في الحاجه اللي انا بحبها يعني. اتخصصت ودخلت وغنيت وتعلمت مع مايسترو حبيبي، هو المايسترو كرم مصطفى. نعم برافو. انا دلوقتي الحمد لله في حاجات كويسة ليا، بحضر حاجات لرمضان زي أغاني دينية وأدعية كده، حاجات لسه كده. وفي فيلم هغني فيه. نفسي أشوفه مرة واحدة بس وأطمن عليه، لو بإيدي كنت هفضل طول حياتي جنبي منه، كنت اموت ولا اني ثانية واحدة ابعد فيها